بصحاح المعلومه دي ان كنت خاطئ، واكدها ووضحها لكل الساده المشاهدين ان كانت صحيحه. ظهرت في منتصف التسعينيات خيار البحر، وقالوا ان المصدر الاكبر لخيار البحر كان البحر الاحمر. الدنيا كلها اتهفتت على البحر الاحمر وبداوا يجيبوا خيار البحر علشان في مكونات تؤدي الى قوه زياده القوه الجنسيه ومعالجه بعض الامراض التانيه. كان البحر مفتوح قدام الناس كلها، ومصر صدرت هذه المعلومه 3 طن من سنه 95 لسنه 2001 بعد دراسات منعوا صيد خيار البحر. من 2001 بعد المنع مصر صدرت 36 طن، يعني البحر مفتوح صدروا 3 طن، منعوا الصيد صدروا 36 طن. صحح لي المعلومه دي. ده حقيقه المعلومه دي حقيقه جدا، مش منطلق ان الممنوع مرغوب، لكن هو السوق العالمي لجنوب شرق اسيا زاد الطلب جدا، الاسعار زادت لانه نهوا هذا المخزون الطبيعي من البحار كتيره، فبداوا يتجهوا للبحر الاحمر. في ابريل 2000 ما اتذكر طلعنا قرار محافظ البحر الاحمر بوقف صيد خيار البحر، ولكن لم تقتنع الثروه السمكيه بذلك، وده اللي هو الايه المركزيه، اللي هي يعني انا بعتبرها المركزيه ديت والتضارب بين الجهات على الموارد الطبيعيه للبحر الاحمر اكثر ضررا من اي نوع من التلوث موجود في البحر الاحمر. حقيقه يعني التضارب الحكومي، السياحه عايزه شكل، المحافظه عايزه شكل، البترول عايز شكل ثاني، الصيد عايز شكل ثالث، فعلى الواحه الصغيره دي خلينا نركز على الواحه، كل واحد بنتش من الواحه ديت وله فكر مختلف في كيفيه اداره الواحه دي، فبالتالي الضرر كبير جدا من كده. لكن هذه معلومه حقيقيه جدا، وان البحر الاحمر كل يعني 5 انواع من خيار البحر تقريبا اختفت من كل المناطق اللي هي الضحله، والضحله انا بتكلم فيها الاقل من 30 40 متر عمق، لانه كانت حتى ان على البعد الاجتماعي حصلت حوادث كتير جدا في الغوص، لانه كانوا بيجوا ناس غير مضربين في الغوص كانوا بيجيبوا ينزلوا عشان يجيبوا خيار البحر بأشياء زي المخدرات. فاستنزف هذا. امتى يرجع بقى خيار البحر تاني البحر الاحمر؟ الله اعلم، بس الابحاث اللي بتتكلم مش اقل من 50 سنة، وانا بقول اكتر من 50 سنة الا اذا تدخلنا وعملنا يعني نوع من الايه دفع البيئة على اعادة تأهيلها مرة اخرى. حضرتك برضو فتحت باب ارجو الوقت يتسع لي، وهو البحث العلمي. يقال ان الابحاث التي تصدر عن بعض السياح الزائرين بتتعدى الابحاث اللي تصدر عن علماء مصر واساتذه ودكاتره مصر بنسبه 300%. يعني الزوار بييجوا يعملوا 4 ابحاث، المصريين من خلال معاهد علوم البحار والمصائد يعملوا ربع بحث. ده حقيقه ان هو معدل نشرنا او معدل الابحاث على الموارد الطبيعيه للبحر الاحمر من العلماء المصريين قليله جدا، وده له سبب مهم جدا انه ليس هناك تمويل. يعني الثروه الكبيره اللي عندك الكنز ده مش قادرين ان احنا نعمل، ليس هناك تمويل. فالباحث المصري ايه اللي بيعمله؟ بيصرف من جيبه على البحث، فبيضطر ياخد الحاجه القريبه، يا اما السوق يا اما ينزل على الشط، لكن علشان يطلع رحله ويغطس والكلام ده مكلفه جدا، وليس هناك ميزانيات لهذا، ودي مصيبه البلد كلها. يعني يجي الاجنبي ممكن يجي ينزل كسياحة عادي وبيطلع، مع ان يعني ربنا مدينا هذه الموارد اللي لسه حدودها غير معلومة، لكن هي اعتقد ان هو البحر ده مستقبل البشرية كلها. جميل، ايه رأي حضرتك لو نجاوب عن نفسه يا دكتور محمود؟ ايه السبب ان طعم الاسماك الخاصة بالبحر الاحمر اجمل واشهى واطيب من البحر المتوسط؟ ده بتوع البحر المتوسط هو على حسب التعود، بس بتوع البحر المتوسط حتى يقول ان السمكة بتاعت البحر المتوسط احسن لان المرعى احسن. يعني المرعى بمعنى ان الغذاء في البحر المتوسط زي ما اتفقنا ان البحر الاحمر الغذاء بتاعه قليل، صحراوي صحراوي، فبالتالي والسمك فيه تلاقي مفيش دهون بين عضلاته. بتحب السمك يا دكتور محمود؟ اكل ولا صيد؟ الاثنين كويسين طبعا، بس هو من دلوقتي يعني لحد دلوقتي ما لعبوش في السمك، لعبوا في الفراخ ولعبوا في اللحمه ولعبوا في الارانب، وما لسه ما لعبوش في السمك. ما برضه ظهر الفساد في البر والبحر، يعني برضه التلوث اللي بيحصل في البحر ده في بحار كتير جدا من العالم، لكن احنا عندنا البحر الاحمر ما زال بنسميه زيرو ديسشارج، بمعنى
ان ممنوع الصرف في اي نوع مخلفات لحد دلوقتي، وربنا يدام علينا نعمة. قال رؤية البحر بتسعد العين وتشكل وجدان وشخصية هذا القريب من البحر. طبعا البحر، البحر ده يعني امتع منظر في، انا بالنسبة لي انا امتع اوقات حياتي بقضيها في البحر كمنظر طبيعي، يعني حاجة يعني فيها نوع من الغموض كده، بتابع سبردولا. اما الواحد لما يغطس تحت البحر بيشوف عالم تاني خالص غير ما هو موجود فوق البتاع ده، فوق سطح البحر، وعالم في قمة الاتزان، ويعني هندسيا وديناميكيا قمة الاتزان في كل حاجة، الا اذا تدخل فيه الانسان فبيبهدل هذا الاتزان. وربنا يعني ان شاء الله. الاستاذ الدكتور محمود حنفي، استاذ في كليه العلوم جامعه قناه السويس ومستشار فني لمحافظ البحر الاحمر، كنت ضيف كان معتاد جميل جدا. الله يخليك. نجحت ان انت تأسر عيوننا واذاننا واسمعنا معاك في قاع البحر الاحمر. شكرا على جرس الانذار الكبير اللي حضرتك ضربته للمسؤولين عن البيئه عموما، الناس كمان اللي هم بياخذوا بالاسباب اللي حضرتك شفتها. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. هكذا هو حال البحر الاحمر ينادي ان نسارع بانقاذ ما يمكن انقاذه. صرخه من هنا من منبر القناه الرابعه للمسؤولين بان يسارعوا بعلاج البحر الاحمر عشان نتصالح معه. ابقوا معنا.